يعني أنا أهم أدعم البنات، أدعم أي بنية تشتغل وتجاهد. يعني أنا أحب دائماً أسوي شيء بيدي، وحاولت أفتح المحل بأقل يعني بالمادة اللي عندي كانت مو كلش هواي، فأني حاولت إنه أرتب الوضع، جبت رفوف وأني صبغتهم، وبابا ساعدني صبغت هذا المدرج مع النبات، وشدينا الجامخان والترتيبات هاي كلها من مساعدة بابا وأهلي كلهم وأخويا. أخويا صبغ المحل هو وجماعته، جابهم تقريبا ما طولوا هواية، صبغوا على السريع. يعني افتريت على المشاتل، شفت أنسب أسعار على مود تتناسب ويا الناس يعني أغلبنا ندور أسعار يعني مناسبة، فحاولت يعني أراعي هذا الشيء. وجبت نبات همين، نبات أنواع نادرة شوية تكون غالية، أكو ناس يحبون الأنواع النادرة، فيعني وازنت بين هاي الأمور كلها. أنواع هواية من النباتات يعني، بس المنشأ مالتهم هولندي، وعندي إيراني بس مو هواي. والمحل مالتي حي البكر قرب كنيسة التايتانيك. البنات المفروض يعني خاصة بمجتمعنا المفروض ما يقولون إنه إحنا أوكي إحنا ما نقدر نستحي وهيج، لازم يظلون يكافحون، يعني يخلون طموحهم عالي دائما، يعني لا يقللون من ثقة نفسهم. يعني لازم الإنسان يسعى، إيش قد ما يسعى هو راح يحصل. فأتمنى من كل البنات يعني أي مشروع هي حابة تفتحه، حتى لو عدا يعني مو ديك المادة، فهواي ناس تساعد